طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. في يوم بغداد، كيف أصبحت عاصمة الرشيد أسوأ مدينة للعيش في العالم؟ ما هي الأسباب التي جعلت بغداد تصل إلى هذا الحال؟ أليس بسبب فساد الحكومات المتعاقبة على العراق منذ عام 2003؟ أم أن هناك أسبابا أخرى؟ هل يعقل أننا في عام 2021 نشاهد النفايات على جوانب الطرق في العاصمة بغداد؟ ألا تشهد العاصمة بغداد تغييرا هندسيا وجغرافيا وديموغرافيا منذ أكثر من 18 سنة؟ أليست اللهجة البغدادية في اندثار؟ فما هي الأسباب؟ أين دور أمانة العاصمة بغداد بالارتقاء بشوارعها وجسورها ونظافتها؟ أم أن المحاصصة في الأمانة أشغلتها عن بغداد؟ لماذا فشلت الحكومات المتعاقبة بحل أزمة العشوائيات في العاصمة بغداد حتى باتت تمثل 15% من مساحة العاصمة بحسب وزارة التخطيط في العراق؟ لماذا تحولت بيوتات بغداد الواسعة بحدائقها إلى أجزاء وإلى أشباه بيوت؟ ما هي الأسباب التي جعلت من نسبة الأمية ترتفع في العاصمة بغداد؟ هل ما جعل بغداد أسوأ مدينة للعيش في العالم أسباب سياسية أم اقتصادية أم أمنية؟ كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم بعنوان في يوم بغداد، كيف أصبحت أسوأ مدينة للعيش في العالم؟ تعتبر الفعاليات الثقافية والاهتمام بالبيئة وسهولة التنقل وأسعار السكن وتوفر فرص العمل من أهم العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مستوى رفاهية العيش في أي مدينة. تستعرض مجلة موي نيجوثيوس إيكونوميا الإسبانية قائمة أسوأ مدن العالم التي لا ينصح بالعيش فيها بسبب التدهور الأمني والنزاعات المسلحة وسوء الخدمات وتدني مستوى المعيشة، ومن بينها ثلاثة عواصم عربية وفقا للمجلة، فإن أسوأ مدينة في العالم يمكن العيش فيها حاليا هي العاصمة العراقية بغداد، حيث شهدت العاصمة العراقية بحسب المجلة الإسبانية أعمال عنف وتدهورا أمنيا متواصلا منذ الغزو الأمريكي عام 2003. وبلغت مستويات الفقر والتفاوت الاجتماعي معدلات قياسية. بحسب تقرير المجلة الإسبانية، احتلت بانجي في جمهورية إفريقيا الوسطى المرتبة الثانية، وصنعاء عاصمة اليمن المرتبة الثالثة، وبورت أوبرانس في هايتي، ثم الخرطوم عاصمة السودان ضمن تصنيف المجلة الإسبانية الصادر في أغسطس الماضي من هذا العام 2021 كأسوأ خمس مدن للعيش في العالم. في ذكرى تأسيسها بأمر الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، يستذكر سكان بغداد كيف كانت حاضرة العراق حاضرة للدنيا علما وفنا وفقها وثقافة، وكيف آلت بها الدنيا إلى ما هي عليه الآن من تراجع وانهيار بعد 18 عاما من حكم سلطة الأحزاب الفاسدة. دعونا نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. قبل حوالي 1300 عام بزغ نور مدينة السلام فأشع على الأرض علما وأدبا وفنونا. بغداد التي بناها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور واستقر بها لتكون عاصمة الدنيا وأكثر مدن العالم غنى وحضارة، موطن العلماء والفقهاء وقبلة الأدباء والشعراء ومدار الطب والفلك، إلى أن جاءت ذبحتها الأولى على يد التتار فتحول الغناء إلى رثاء والرخاء إلى شقاء.
لكنها ثارت من تحت الركام تستجمع قواها فعادت تنافح عن مركزها وتزاحم المدن معتزة بتراثها حتى جاءت الذبحة الثانية بالغزو الأمريكي وتسلط عليها من لا يفقه رمزيتها ولا يتورع عن القضاء على تراثها. طوال 18 عاماً مضت انهارت معظم مقومات الحياة فيها وتراجعت خدماتها وبناها التحتية وتفشى الفقر وانتشرت العشوائيات وكأنها مدينة لاجئين أقاموا على عجل حتى باتت من أسوأ مدن العالم من الناحية المعيشية والأمنية. فأصبحت بغداد تتصدر عناوين الصحف والمجلات، لكن في الحديث عن الانهيار الحضاري والتدهور المالي والبطالة المنتشرة في صفوف الخريجين وعمليات القتل والجريمة المنظمة، كل ذلك تداعيات منظومة حكم فاسدة بنهجها الطائفي وميليشيات تنتشر في أحياء المدينة تبث الرعب والإرهاب. وأخطر من ذلك السعي الحثيث لتغيير تركيبتها الديموغرافية والعبث بمعالمها وتمزيق نسيجها الاجتماعي. وللمفارقة بين حاضرها وماضيها، فإن نسبة الأمية ازدادت فيها، فلا مدارس كافية ولا لوازم تعليمية متوفرة. جسورها التي كانت محطة لتأمل نهر دجلة أصبحت ملجأ المقبلين على الانتحار، وكفى بذلك شرحا لكمية اليأس الذي وصل إليه سكانها. بغداد اليوم وطن في غربة وغربة في وطن، يغلب على جوها العام الإيقاع الحزين، وكأن أطياف أبو جعفر المنصور تتجول في أزقتها معزية تقول: سلاما يا مدينة السلام. نعم، معنا اتصال أبو ضاري من الأنبار. تفضل أبو ضاري. أبو ضاري انقطع الاتصال مع أبو ضاري من الأنبار. طبعا في يوم بغداد السنوي عبر العراقيون عن حزنهم من تحول عاصمة بلادهم من حاضرة للدنيا إلى مدينة تعيش واقعا مزريا بسبب التدهور الأمني والخدمي. طبعا يحتفل في 15 من شهر تشرين الثاني من كل عام بيوم تأسيس بغداد، في وقت أعرب فيه سكان بغداد عن أسفهم لما آلت إليه الأوضاع في مدينتهم من خراب وتشويه لمعالمها طيلة السنوات الماضية. وأسهم التدهور الأمني والخدمي في بغداد منذ السنوات بالإضافة إلى انهيار البنى التحتية وانتشار العشوائيات في جعلها واحدة من أسوأ عواصم العالم بحسب تصنيف مؤسسة ميرسر العالمية للاستشارات. دعونا نتابع أو بعض المقتطفات وردود الأفعال من قبل ناشطين ومدونين عراقيين، حيث عبروا عن استيائهم مما وصل إليه الواقع المعيشي في بغداد من تردي على جميع المستويات بالتزامن مع ذكرى تأسيسها، حيث حملوا الحكومات المتعاقبة مسؤولية ما وصل إليه الحال من إهمال منذ عام 2003 وحتى اليوم في واحدة من أعرق عواصم العالم بسبب الفساد المالي والفشل الإداري وغياب التخطيط. نتابع. إنه يوم بغداد يثير الكثير من التساؤلات والشجون، لأن بغداد تحولت إلى مدينة متآكلة بسبب تغدي الخدمات. هناك زيادة سكانية كبيرة ولا يوجد توسع في البناء السكني للأفقي ولا العمودي. هناك تقسيم الوحدات السكنية أدى إلى ضغط على الخدمات من التعليم والكهرباء والمياه، حيث المحلة المخصصة لمئة دار أو 100 عائلة أصبح يسكن بها أكثر من 300 عائلة، وكل صف مدرسي يجلس بها أكثر من 60 طالب، في حين الرقم القياسي هو 30 طالب. هناك عشوائيات تنتشر في بغداد وفي كل العراق، تجاوزت 3.5 مليون ساكن في العشوائيات. هناك تجاوز على الهنترلاند أو الريف المدينة بتحويل أراضي زراعية إلى مناطق سكنية غير نظامية وتنقصها الخدمات. هناك عدم تجديد للبنى التحتية وعدم وجود تبليط للشوارع، النفايات منتشرة بشكل كبير. الحقيقة بغداد بحاجة إلى بغداد جديدة. راح تجينا سنة 2022 وبلدنا هتشوفها مثل هاي الشوارع، يعني نهائيا ماكو عندنا أي شارع بخير،
يعني على مستوى هاي بغداد العاصمة. الشغلة الثانية أنت تشوف هاي النفايات اللي تارس المنطقة، كهرباء يعني مثل ما يقول ما بيها تقريبا الكهرباء يعني 50% ماكو هاي من ناحية الكهرباء. المي هذا اشتاء هسه راح يجينا وامطار وكذا ومشروع، هاي احنا نعاني من شحة المي نهائيا، يعني مي ما متوفر عندنا، وهاي اصلا حتى بوري مال المي ما واصل هاي المنطقة. والله نحو الأسوأ، مدارس ماكو، تعليم ماكو، صحيات، هاي عند قضاء الزوراء السعادة الكرامة ماكو خدمات، ماكو يعني هاي البلدية خصصوا لها كذا مبلغ ماكو انعلست، يعني لا تجي كابسة لا يجي نظافة ماكو، كلها أحزاب وكلها بتجيب. نأسف إلى اليوم بغداد تعد من العواصم المخربة أو المدمرة في العالم، وهذا لا يليق في بغداد ولا يليق في العراق، لأن العراق له إمكانيات كثيرة، ميزانية كبيرة، له مشاريع كبيرة، له كفاءات، له بصمات في كل العالم. العراقيين لهم بصمات في كل العالم، هناك مهندسين، أطباء، هناك مشاريع كثيرة قاموا بها العراقيين، ولكن هذا التقصير الموجود من قبل الحكومة ومن قبل الجهات هو الذي أثر على قضية العمران. نعم، معنا عبد الرزاق من بابل. عبد الرزاق، في يوم بغداد يعني ما زالت بغداد تصنف كأسوأ مدينة في العيش بالعالم، يعني 18 سنة ميزانيات ما شاء الله انفجارية، شوارع غير مبلطة في العاصمة، نتكلم عن العاصمة، نفايات منتشرة، عشوائيات، أصبحت بغداد تتصدر مدن العالم بانتشار العشوائيات، المدارس في تراجع، الأمية تنتشر في العاصمة، حتى لهجة أهل بغداد بدأت تندثر، وبيوتات بغداد اللي كان البيت 400-500 متر يعني وبيديش الحديقة الحلوة اختفت، صار البيت بثلاث بيوت وأربعة. تشوهت بغداد عبر هذه السنوات بعد 2003. عبد الرزاق تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. حياك الله دكتور. يا هلا بك دكتور. يعز علينا يعني نشوف بغداد اللي هي عاصمه الجمال والادب والفن والشعر ان تتحول الى يعني مدينه مهجوره بسبب الفساد، سوء الاداره والاهمال من قبل الأحزاب الحاكمة اللي هي صراحة إهمال تحمل إهمال نفسها حقد، إهمال لو هو إهمال متعمد. نعم، إهمال متعمد. ليش؟ متعمد من قبل الميليشيات لأنه لولا صراحة ما يحملون الروح الوطنية، فدولة يحملون داخلهم العداء النفس العداء النفس للعراق بصورة عامة والبغداد بصورة خاصة. شفت يعني شلون تهجمهم على تمثال المرصوص، بعد هذه الأحقاد الدفينة داخل هذه السلة من السياسيين الصدفة، ولا ما يبنون بلد ولا يطورون بلد. فشوفهم يعني العاصمة بغداد تكون هي من أسوأ عواصم الدول، بينما كانت بغداد يشار لها بالبنان. فشوف العشوائيات منتشرة والشوارع، وبالخصوص شارع الرشيد يعني أصبح محط للنفايات. هذا الإهمال المتعمد من قبل هذه الحكومات اللي إجت بعد 2003 ما يعني بنيتها أن تبني بغداد أو تبني العراق أو تبني المواطن العراقي. فأنت جاي تشوفهم خلال الفترة هذه يعني جاي يتصارعون على المناصب والكراسي وتاركين المواطن العراقي. فكيف تبني يهتمون بالعاصمة بغداد ويهتمون بالجمال؟ فدولة بعيدين كل البعد دكتور. بتحياتي لك.
أشكرك عبد الرزاق من بابل كان معنا. أبو عمر من بغداد، ما هي الأسباب التي أوصلت بغداد إلى هذا الحال حتى تبقى طوال السنوات الماضية منذ العام 2003 ولغاية الآن كأسوأ مدينة للعيش في العالم؟ أبو عمر حياك الله أستاذ، حياك الله أستاذ عمر، وحيا الله قناة الرافدين ومشاهديها. الله يسلمك أستاذ عمر. بالنسبة لبغداد يعني قبل 2003 والأعوام السابقة اللي سبقتها كل الحكومات اللي حكمت العراق يعني كان رؤساها أو ملوكها كانوا يعني بالدرجة الأولى هم المسؤولين عن بغداد وعن محافظات. يعني راح تقول لي شلون كان عندهم ولاء أستاذ عمر يعني إلى بغداد، يعني من حيث الرؤساء اللي حكمت العراق يعني قبل 2003 بالثمانينات أو بالستينات أو بالخمسينات، هاي الأعوام السابقة كان إلى ولاء لوطنه ولاء شعبه، كان تحافظ على الآثار، تحافظ على المعالم التراثية اللي كانت عندنا، تحافظ على الفوارع، على البنى التحتية، فكانت تقدم للشعب يعني ايش تطورات من اللي كان يتقدم عالم الأوروبي وعالم الغرب وعالم الشرقي، يعني كل اللي كانت تفهمها بأن الحكومة هي المسؤولة الأول والأخير تقدم الشعب يعني أمور كثيرة، كانت يعني من ناحية الخدمات، من ناحية التطورات، من ناحية العلم، من ناحية الآثار، فكانت تحافظ بها وكان لها عناية يعني كلش. يعني كان دول الغرب كان العراق يعني من يشوفون هالمعالم اللي عندنا، هالآثار، هالتطور البناء العمراني اللي كان عندنا في الأعوام السابقة، فكان يعني العراق يعني دائما يتقدم زين ويتقدم. نعم أبو عمر، يعني نعم. الأموال المرصودة إلى أمانة بغداد ذات تحدثنا من العام 2005 خلينا نقول لغاية الآن أموال كبيرة وطائلة، ولكن على الأرض كأنه لا يوجد أي شيء، بل هناك يعني خراب، هناك حتى إذا تشوف بالذوق العام في البناء المدن بأي مدينة بالعالم تكون يعني تكون مواصفات، عندما يجي واحد يريد يبني ما يبني بكيفة وما يخلي صبغ بكيفة إلى هالقد ارتفاع، إلى هالقد مستوى، هذه الألوان تكون ألوان موحدة أو شبه موحدة حتى تحتفظ العاصمة أو المدينة برونقها وبجمالها. اليوم احنا نشوف هناك أموال مرصودة لأمانة بغداد، ولكن بغداد بتراجع يعني فظيع. يعني إذا نحكي فقط على موضوع النفايات شيء طامة كبرى، شنو السبب؟ فلوس موجودة على الأرض، ماكو أي إنجاز، ماكو أي مشاريع فعلية. أكيد أستاذ عمر، أنا تحدثت يعني بداية كلام أستاذ، يعني كانوا ناس يعني كفؤين إدارة أعمالهم بكل مكان، أو كل رئيس يعني كل وزير أو كل مسؤول إلى حسابه يعني، ويعني مثل مليون أموال اللي كانت تصرف للوزارات السابقة يعني وزارة البلدية أو بس نحكي بعد عام 2003 حقبة جديدة صارت. نعم أستاذ، هسه الآن يعني إدارة فاشلة من حكومات هاي المتعاقبة، هاي ما عندهم يعني نقدر نقول بصورة عامة ما شاف العراق من 2003 لحد الآن. زين لا رئيس وزراء يحاسب، لا برلمان يحاسب، هسه على العاصمة بغداد. أكيد أستاذ، مو هذا سبب الفساد وسبب عدد ناس أكفاء يعني بالمكان المناسب، هاي الأمور كلها يعني وزاراتها، وزارة التربية، وزارة الصحة، كل هاي الأمور ما عدت رئيس وزراء حاسب، ما عدت متابعة يعني إدارة هذا البلد، فتلقى العراق خراب دمره. يعني هسه نشوف أكو معالم عندنا أثرية وحضارية بالموصل يعني مع الأسف كلها تدمرت، يعني ما خلوا لها مكانة، ما خلوا لها إنه هذه أماكن أثرية، كل الأحزاب فلشتوا، يعني كل العراق يعرف الجانب الأيمن سوبي. نعم، أنا أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا. علي من البصرة، علي كيف ترى العاصمة بغداد بعد هذه السنوات؟ علي تسمعني؟ علي من البصرة، يا ريت تسمعني من التلفون وتترك التلفزيون نصي للأخير.
وعليكم السلام ورحمة الله. حتى نقدر نفتهم عليك. تحياتنا للكادر والمخرج الطيبين. حياك الله يا أهلا بك. والله سادة العزيز بغداد مش ما تتألم عليه صراحة يعني. نعم. لين زبالة بالشارع، ماكو يعني خدمات. نعم. لا الله يغفر ولا محمد. بس إن شاء الله الله موجود في المرصاد. شنو الأسباب؟ سوت فساد سادة العزيز. فساد موجود. نعم. فساد موجود وموسدين موجود. يعني أنت ترى الفساد في الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 هو الذي جعل من بغداد تصبح أسوأ مدينة للعيش في العالم على طول هذه السنوات الماضية ولغاية الآن. إيه الفساد والموسدين موجودين. إيه لما ما ينتهي الفساد يا الله نرتاح عليه. نعم. المحاصصة موجودة والفساد موجود والخدمات كلها دائرة. نعم. يعني أبسط شيء جيت الطحين صار 45,000 فقير. وين الطوش وين الغير؟ ما نخافوا من الله، ما نخافوا من رب العالمين. عمي حرام ما يجوز والله ما يجوز. عمي حرام حرام عمي. الشعب كله انظلام، الشعب كله انظلام. بس إن شاء الله الله بالمرصاد، الله موجود. نعم. أنا أشكرك أخي علي من البصرة. كان معنا أبو حسن من بغداد. أبو حسن، نسأل من ضمن الأسئلة اللي طرحناها في بداية الحلقة، إنه ليش فشلت الحكومات المتعاقبة بحل أزمة العشوائيات في العاصمة؟ نتحدث عن العاصمة بغداد اليوم. العشوائيات بحسب وزارة التخطيط يعني مساحتها 15% من مساحة العاصمة بغداد. ليش فشلت الحكومات المتعاقبة بحل مشكلة العشوائيات في العاصمة بغداد؟ يعني ياهو يجي قام يبني بهذه المناطق اللي تابعة للدولة، وبعدين نشوف مثلا ورا ما بنى وكمله وصارت أحياء كاملة، ربما تجي الجهات المختصة بتهديم هذا الحي أو ذاك البيت. لماذا فشلت الحكومات المتعاقبة بموضوع العشوائيات في العاصمة بغداد؟ السلام عليكم أخي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أخي عمر. هي يعني أول شيء هم ذولا مو عراقيين ولا عندهم يعني تفكير منطقي بين يبنون العراق، ولذلك يهتمون بس بأنفسهم لأنهم عملاء. العميل دائما شو يسوي؟ يهتم بأوامر اللي جابوه. فذلك بغداد بصورة عامة تخربطت حالتها لأن هم ذولا ما يعرفون يبنون. يعني الإنسان العراقي مثلا يجي يبني أو يعني يسوي زين للشعب، يعني أنت بغداد بصورة عامة تلقيها مكب من النفايات. يعني بأي مكان كان قبل نظيفها وقيمتها والناس تجي من كل الدول. هاي بغداد كانت قبل هيك. يعني هسه الأمور اللي عيش بها بغداد، شلون بغداد ما عليها راعي؟ فهذول هيك صارت بغداد، النفايات والأمراض والفساد واللي أشياء اللي ما تنقبل لصير بالعراق. وكل هاي بأمر من أمريكا والدول المتحالفة وياها. ولا العراق يعني كان عمره قمة الجمال. كان خلينا نرجعون للثمانينات السبعينات الستينات. يعني شنو أمريكا تقول لهم لا لا تبنون بغداد؟ معقولة يعني؟ شلون يعني أنت اليوم الأمانة مثلاً تحدث عن بغداد بما أنه حلقة عن بغداد، اليوم أمانة بغداد يرصد لها سنوياً ميزانية بكذا مليار دينار عراقي، أوكي، توضع في الميزانية. شو تروح إلى جيوب الفاسدين؟ يعني شنو الرئيس الأمريكي يقول لك اسرقوها؟ ما دام عملاء ما يهتمون أخي، يعني عمر أخوي العزيز. نعم. صح يرصدون مبالغ، يعني هم ناس مثلا يعني ما ينتمون للعراق. يا عمر ما ينتمون للعراق ابدا. شلون يفكرون بالعراق؟ فهم هدفهم تدمير العراق هم واسياتهم. البلد قمه اخي عمر، البلد قمه يعني بالستينات بالخمسينات يعني مرتبه بغداد مرتبه. نعم. كان حكومه عراقيين. هسه مو عراقيين يحكمون اخي عمر. هسه انا بس اعطيك فتفكر العراقيين خلي يتبون للشغله هاي. نعم.
خليج اي عراقي يعني عراقي حقيقي من اهل بغداد او المحافظات بلوك خليج يشوف النهر مال نهر دجله امانه. خل واحد يروح يشوف النهر مال دجله شايف مال مجرى مال مجاري والله انقلب لون المي كله. انا بس بدي اقول هالكلمه هاي يعني خليجون يشوفون النهر شلون شكله هسه. انا يوميا اطلع على النهر ابو عليه والله العظيم اتالم. شايف المركب مال المجاري يعني شلون راح يعقموه شلون راح يسووه ما اعرف. انا يعني كل ما اسير بدوات انت يعني خليجون اي عراقي بالحلال طيب خلي يروح يشوف النهر ما دجله شلون شكله. والله يوقف شعر هذا. بس شو سوى هاي البلد دم اللي حكمه جرابيع الكون الارهابيين القتله هو هالعراقي في سربي. مع الاسف. انا اشكرك ابو حسن من بغداد كان معنا. معنا من بغداد ايضا ابو ياسين. ابو ياسين طرحنا في بدايه الحلقه عده تساؤلات من ضمنها لماذا تحولت بيوتات بغداد الواسعه بحدائقها الى اجزاء او اشباه بيوت؟ اهلا ابو ياسين. حياك لك اخوي لك حياك الله. يا اهلا بك اخي. للاسف كل الدول العربيه وحتى نعبر على الاجنبيه كلهم يكشفون بحاضرهم. احنا العراقيين نكشف بماضينا. اهمال بغداد اهمالها متعمد. يعني هو العراق صار 18 سنه هجموه هجم. يعني شنو بغداد لازم نطلعها عن العراق؟ فمتعمد. أخي هذول هم دول متعمدين تجيهم أوامر من الصهاينة وأمريكا وإيران. هذول الثلاثة ما يحبون هي خاصة بغداد ما يحبونها لأن بغداد هي أم التاريخ هي أم الحضارات هي أم الثقافة. وهي يريدون شي يسوون يضيعون صيت بغداد. يعني يخلونها شلون الفايلات فوقها 20 فايل يريدون يضيعون صيتها. فبغداد صدق تنزل بس ما تموت. تظل هي بغداد وتظل بغداد وهذول كلهم يروحون يصيرون رماد وبغداد تظل. فعلى البنيه اللي ببغداد اخي كانت كلها 1000 متر و800 متر حتى قام يتهون يعني قام يتهون خمسينات. فهذا متعمد. انتم هاي مو بغداد المفروض تظل على لان بغداد اللي يدون عليها دوار من الدول. يعني ربما يقول لك انه الحياه غاليه واني ما يعني ما اقدر اني اشتري وابني فهذا مثلا بيت نتقاسم احنا الاخوه. اخي بس مو هي شيء يعني حتى احنا عندنا اراضي خام هواي. مو هاي بغداد هي شلون يقول يعني عارضه يعني في كل دوله. حتى مصر عندنا قاهره العراق بغداد الأردن هاي لأن الزائر يجي عليها المفروض تكون نزيهة تكون شوارعها مفتوحة تكون بيوتها كلها 1800 متر. هو ما يجي يشوف كلها خمسينات. أنت عندك حي القادسية حي القادسية واليرموك أربع شوارع ليش ممكن تسوون بها خمسينات؟ يعني عبالك يبنون مال دجاج. فأخي هذا كله متعمد يريدون يشوهون صورة بغداد. يعني يجون يقول لك شوف هي هاي بغداد اللي يقولون عليها بغداد بغداد خرابة. أخي هذول ما يبنون هذول يظلون بعد 100 سنة يعني ما يقدمون العراق يرجعون إلى الخلف. فهذول حاقدين دولة. يعني أنت 18 سنة ليش ما بنيتوا؟ ليش هالنفايات؟ ليش هالجسور الواقعة؟ إنه بالجسر يسوون بداية طاسة وبنهاية طاسة. يعني على مود اللي يصعد ما يصعد براحته واللي ينزل ما ينزل براحته. والشوارع محفرة لا مجاري. هسه أجانا الشتاء وشوف الفيضانات راح تصير. يعني أدري يعني أنتم ما عندكم غيرة على البلد ما عندكم غيرة. نظفوه عدلوه وأنتم بعد كم يوم تروحون تولون. خلوا عاد الناس تقول ها هذا خطية بل أطلع شارع سوى على جسر. يعني أنتم شنو من بشر أنتم بس بالجنسية عراقيين يا أخو والله عجيبة. أنا أشكرك يعني أبو ياسين من بغداد كان معنا. باسل من بغداد. باسل ما الذي جعل من اللهجة البغدادية تندثر شيئا فشيء؟ باسل اسماعيل مساء النور. عمر معك تفضل. ها استاذ عمر يا اهلا بك. والله عندي سؤال يعني شويه نقلنا صوتك تسمعني. نعم. السؤال سالتك ليش اللهجة البغدادية بدأت تندثر في بغداد؟ سمعتني باسل؟ على الخط خاصة إيران
حقيقة يعني، يعني اللهجة الدارجة البغدادية رائعة، اندثرت يعني على مدى 18 سنة، اندثرت راحت يعني. وأنا أريد أعرج على شغلة إذا تسمح لي أستاذ. نعم. لا ما ذكرت لي شنو الأسباب، أسباب يعني تراجع اللهجة البغدادية في العاصمة. تراجع قلت لك بسبب الاحتلال. بسبب الاحتلال الأمريكي. نعم. إي نعم. ممكن تسمح لي أعرج على شغلة؟ تفضل. يوم بغداد، يوم بغداد. تفضل. بغداد أقول بوضوح في ذكرى يوم بغداد عاصمة الرشيد ومنارة المجد التليد، أصبحت بعد الاحتلال الأمريكي ودخول إيران على الخط منذ 2003 وعلى مدى 18 سنة أسوأ مدينة في العالم بسبب الإهمال المتعمد من قبل الحكومات المتعاقبة. أما بخصوص تفشي الأمية فيعود السبب كذلك للحكومات الطائفية، في حين كان العراق قبل الاحتلال خالي من الأمية وبشهادة المنظمات الدولية اليونسكو وغيرها. تمام دكتور؟ نعم. وأنا أشكرك جدا. شكرا باسم من بغداد، كان معنا إياد من النجف، تفضل إياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لماذا، ما هي الأسباب التي جعلت من بغداد تستمر في تصدر في تصدرها كأسوأ مدينة للعيش في العالم؟ إياد تسمعني؟ إياد من النجف، يبدو أن فقدنا اتصال مع إياد من النجف. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة حول يوم بغداد وبقاء عاصمة الرشيد، عاصمة السلام، ما زالت منذ 18 سنة تتصدر كأسوأ مدينة للعيش في العالم. فاصل ونعود إليكم. جاء في كتاب الأعلاق النفيسة لابن رستة عن بغداد في عصرها العباسي الذهبي: إنها وسط الدنيا وسرة الأرض والمدينة العظمى التي ليس لها نظير في مشارق الأرض ومغاربها، سعة وكبرا وعمارة واعتدال هوائها وعذوبة مائها، حسنت أخلاق أهلها ونضرت وجوههم وانفتقت أذهانهم حتى فضلوا الناس في العلم والفهم والنظر والتمييز. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. طبعا لجنة الخدمات والإعمار النيابية أكدت بأن وجود هدر مالي وصف بالمهول في أمانة العاصمة بغداد، رغم الموازنات الضخمة التي يمكن استحصالها عبر الجبايات، ما انعكس سلبا على تردي الأوضاع في العاصمة. وقال أعضاء في اللجنة المنحلة بأن اعتماد الجباية اليدوية لدوائر أمانة بغداد أبقى الأبواب مشرعة للفاسدين، مبينين بأن الإيراد السنوي لدائرتين في أمانة بغداد هما عقارات الدولة وماء بغداد لا يتجاوز بمجموعه 175 مليار دينار، بينما الإيراد الفعلي المفترض هو نحو 600 مليار دينار. وأضافت اللجنة بأنه بعد الميزانيات الانفجارية باتت الأمانة لا تهتم بملف الجباية، ولم تكن هناك جباية حقيقية بعد العام 2003. هذه لجنة الخدمات والإعمار النيابية تتحدث عن الفساد في أمانة بغداد. تحدثنا عن تنوع اللهجات في العراق. تنوع اللهجات له أسباب كثيرة، أبرزها عوامل تاريخية اللي مرت على البلاد، لكن طيلة عقود بقيت اللهجة البغدادية هي الأشهر في العاصمة بغداد، وهي التي تمثل البلاد في الخارج. غير أن السنوات الأخيرة شهدت اللهجة تراجعا كبيرا لحضورها، وبات مستخدموها أقل بكثير بعد التغيير الديموغرافي الكبير الذي يقدره مراقبون بأكثر من 50% من مجمل سكان العاصمة بغداد وضواحيها، إلى جانب موجات النزوح التي ضربت البلاد بعد الغزو الأمريكي عام 2003. هكذا يبدو التغيير السكاني واضحا في أحياء ومناطق الكرادة وكرارة مريم
والمسبح والجادرية والسيدية وبغداد الجديدة وزيونة والمنصور والحارثية والصالحية والمستنصرية التي يكاد يختفي منها سكانها التاريخيون، خصوصا طوائف العراق غير الإسلامية أبرزها الآشوريين، الصابئة، الأرمن على وجه التحديد. هؤلاء تركوا منازلهم وغادروا البلاد إلى دول غربية مختلفة بسبب الخطر على حياتهم من قبل جماعات إرهابية وميليشيات مسلحة. طبعا أصحاب مكاتب بيع وشراء العقارات في بغداد أكدوا بأن الأوضاع الأمنية وهجمات الميليشيات الصاروخية أدت إلى خفض أسعار العقارات بنسبة 30%، أين؟ في المناطق القريبة من المنطقة الخضراء. أصحاب المكاتب قالوا بأن غياب الاستقرار وتدهور الأوضاع الأمنية أثر سلبا على حياة السكان وأدى إلى توقف عمليات بيع وشراء العقارات، مشيرين إلى أن المواطنين بدأوا بالبحث عن أماكن آمنة للعيش فيها بدلا من بغداد. وأكد السكان منطقتي الجادرية والقادسية المجاورتين للمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بأنهم يعيشون في قلق دائم جراء الهجمات التي غالبا ما تطال منازلهم شظايا صواريخها. نعم، طبعا احنا تحدثنا عن موضوع اندثار اللهجة البغدادية وكذلك العشوائيات اليوم تخنق العاصمة بغداد، والسلطات يعني نراها بين الحين والآخر تقوم بإزالة بعض التجاوزات، ولكن العشوائيات كبيرة. وبغداد يعني في السنوات الأخيرة صنفت من أكبر المدن في العالم بعدد العشوائيات بحسب يعني نسبة إلى مساحتها ونسبة إلى عدد سكانها. معنا سلام من بغداد. سلام، كيف ترى بغداد بعد 18 سنة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لقناتكم الكريمة ولجمهوركم وللبغداد بشكل خاص بذكرى تأسيس بغداد. بغداد عاصمة الخلافة وتاريخ طويل. نعم. بالحقيقة بغداد من أوائل الدول المدن العربية في نهضتها بالتاريخ الحديث. يعني بغداد كانت مميزة بين النهضة العربية اللي صارت، كانت هناك منافسة ما بين القاهرة وبيروت وبغداد. بغداد لم تكن اليوم وقبل وعشرة عوام وعشرين عام. بغداد منذ أكثر من 100 عام كانت فيها المسارح وكانت فيها يرتادها والرواد. بغداد في عام 1913 أول مسرح أنشأت دائرة بلدية بغداد في منطقة الميدان في عام 1913، يعني قبل 110 أكثر من 110 عام، حوالي أكثر من قرن كان هناك لدينا مسرح ولدينا فنانين وطرب. كان أم كلثوم جاءت في مسرح الميدان في عام 1932. يعني الثقافة بدأت والنهضة الثقافية من نجي نستقرأ النهضة الثقافية اللي حدثت في العراق، الكتاب والشعراء والذين يعني محمد مهدي الجواهري، من نجي نستطلع الشعراء اللي كانوا المسرح العراقي. يعني يتأسف المواطن الآن من يشوف بغداد بنهضة منذ أكثر من قرن، لكنها للأسف المدن العربية ومدن الجوار سبقتها الآن من خلال 20 عام الأخيرة. يعني توقفت مسيرتها وأيضا سبقتها المدن وتطورت، وما زلنا إحنا لحد الآن للأسف يعني في عشوائيات وفي شوارع مهدمة وفي حتى شوارعنا القديمة اللي مفروض نحتفظ بتراثها مثل شاعر رشيد، مثل غيرها من الشوارع التراثية، المدن التراثية تحولت إلى يعني أشكال مشوهة ما بها تقاليد فلكلورية. ما هي الأسباب؟ يعني لأن مثلا اللي يجي خلينا نقول على أمانة بغداد هو مو من بغداد، لو بسبب الفساد، لو بسبب المحاصصة. يعني إذا العاصمة بيها بحسب أمين العاصمة يقول لك بيها 120,000 وحدة سكنية تقع ضمن مسمى العشوائيات.
يعني 120 اذا كل بيت ب 10 انت يعني عندك فوق 1,200,000 ساكنين في عشوائياتها فقط في العاصمه بغداد. استاذي هسه الان بغداد الثاني من اهل بغداد، يعني بغداد الان تمتد من اقصى الشرق ما خلف الحسينيه الى اقصى الغرب توصل لابو غريب. نعم. معظم هذه هي وما بي اي فخ سكان، ما عندهم سكن يسكنون، حطوا بلوك وشينكو وسقف يقويهم، يعني جزء من عده بالتاكيد تتحمل الدوله اللي كان ممكن وكان بامكانها ولحد الان امكانها تخصص هاي المليارات المهجوره تخصصها لبناء المساكن لحياه المواطن. هذا جزء من عده يتحمل الدوله، وجزء من عده ايضا يتحمل امين العاصمه اللي ما حافظ على تراثها بغداد وعلى فلكلورها ويعني شوه صورتها. الان الساحات والمدن والشوارع مشوهه، ما بها جزء من عدها تجاري، جزء من عدها سكني، جزء من عدها عشوائي، فوضى في كل شيء. يعني ماكو لو كان لديهم انتماء وطني حقيقي وانتماء بغدادي حقيقي كان بالنسبه لهم هذا الشيء يعني لازم ينبع من داخلهم، حب الوطن وحب الارض وشلون فشي ثمين هاي، لكن للاسف ما عندهم. اغلب الساسه واغلب اللي وصلوا للمناصب التنفيذيه ما عندهم انتماء حقيقي لهذا البلد ولهذه المدينه، لذلك ما اهتموا بها. هو يعتبر نفسه هو موظف مو اكثر، يعني ما يهمه شنو اذا يشرب ماي، ما يهمه اذا عبر من دجله ايش يعني له دجله، ما يهمه ايش يعني له هذا الشارع وهذا الفولكلور اللي يتهدم امامه، ما يعني له شيء اذا تهدمت الميدان او القشله. يعني خلاص اخذ المنصب واخذ المالات وحصتي يا بغداد يا عراق. يعتبر نفسه موظف لا اكثر، يعني مع الاسف هذا الشيء. احنا نشوف المحافظين في الدول الغربيه وفي دول محافظ المدينه هو اللي يحافظ على المدينه دائما يوصل لاعلى مناصب القاده، نشوف قاده وسياسيين بدوها محافظ مدينه مثل ما شفنا جاك شيراك محافظ باريس، ومثل ما شفنا اردوغان محافظ اسطنبول، بنى المدينه وبنى اسطنبول ويعني شعب ثم وصل الى الرئاسه في تدرج بينما الان البلديه وامانه العاصمه، يعني امين العاصمه لا يمكن ان ياخذ اي منصب سياسي. نعم. لانه دا يشوف سمعته ولحد الان ما صارت مطر وما نعرف شو راح يصير هالموسم. نعم. اذا صار امطار. انا اشكرك اخي سلام من بغداد، كان معنا عباس من بغداد. عباس، تختنق العاصمه بغداد بالسيارات، يعني الدولة والحكومة كأنها فاتحة استيراد السيارات على مصراعيه، شوارع بغداد لا تتحمل، ازدحامات بغداد يعني لا تتحمل، من المسؤول عن هذا الأمر؟ إذا تحدثنا عن هذه الجزئية. نعم. تفضل عباس. يا ريت تسمعني من التلفون وتنصت التلفزيون. حتى نقدر نفتهم عليك. والله أعطيك إياها من الأخير أستاذ عمر. نعم. أعطيك إياها من الأخير من التليفون، أعطيك إياها من الأخير. ما حد خرب بغداد وسوى البنية التحتية مالتها غير الأمريكان وهذول جو الشلة. إيه. وهاي وحدة، وثانية وأخرى الأنفس مال بغداد. هي مو بس كلها تدفع على الحكومة. نعم. اي هي مو كلها الحكومة، احنا هم المواطنين بعض ما بينا عشان زين، احنا ناس همج. إذا الذب صاخة بالهادي تقول لها ليش؟ يقول لك أنت شنو؟ ليش يحاسبك؟ زين، احنا عندنا النفط. هي مو كلها دولة، الدولة مو يعني كل واحد يخلي له شرطي حارس على هذه. نعم. زين، احنا ما حد احنا غير الامريكان، بلشوا البنية التحتية وبلشوا هذه كلها من جاروسهم. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال أخير من الموصل، أبو أحمد من الموصل، تفضل أبو أحمد.
تسمعني ابو احمد؟ ابو احمد تسمعني؟ يبدو ان هناك مشكله في الاتصال مع ابو احمد من الموصل. اذا في يوم العاصمه بغداد الذي يوافق اليوم 15 نوفمبر تستمر بغداد كأسوأ مدينة للعيش في العالم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.